اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلبه الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه حبايبي؟ كل ترم وانتم طيبين؟ طبعا انا واثقه ان كل ولادي على مستوى الجمهوريه كانت الدرجات بتاعتهم جميله، وكان اللون الازرق منور النتيجه بتاعتهم في ماده الدراسات الاجتماعيه. احنا النهارده هنبتدي مع بعض بدايه جديده مع الترم الثاني لماده الدراسات الاجتماعيه. معاكم ميس ريتا عطا زكي من محافظة الإسكندرية. تعالوا نشوفوا بقى الترم الثاني في مادة الدراسات. أول وحدة فيه بتتكلم عن أول وحدة عندنا إن شاء الله في الترم ده بتتكلم على السكان ونظام الحكم في بلدنا. يا ترى إيه الدروس اللي في الوحدة الأولى؟ أول درس هو اسمه أنماط السكان في بلدنا، والدرس الثاني التراث الثقافي لسكان بلدنا، نماذج المشكلات الاجتماعية في بلدنا، الدرس الرابع نظام الحكم في بلدنا، والدرس الخامس آخر درس في الوحدة الأولى من يحكم محافظة. يعني إحنا عندنا بالنسبة للوحدة الأولى في الترم ده فيها خمس دروس. نسمي كده بإسم الله ونبتدي أول درس معانا اللي اسمه إيه؟ أنماط السكان في بلد. يا ترى إيه الأهداف اللي عايزين أنت كطالب تطلع بيها من الدرس ده؟ إحنا عايزينك تعرف تقرأ كويس خريطة توزيع سكان مصر. هتلاقيني وأنا بشرح حطالك الخريطة دي، وهتلاقيها موجودة في كتاب المدرسة. عايزاك تبقى بتعرف تقراها كويس جدا. تاني حاجة، استنتاج خصائص السكان في أماكن مختلفة في مصر، وإيه كمان؟ شرح أهمية تنوع أنماط السكان في مصر. أخيراً، استخدام المصادر عبر الإنترنت لجمع معلومات عن سكان مصر. دي الأهداف اللي أنت المفروض يا حبيبي وأنت يا حبيبتي تكونوا في آخر الدرس عارفينها. طيب، إحنا بالنسبة لنا حاسين إن هي حاجات صعبة، بس دلوقتي وإحنا بنشرح هنفهمها مع بعض. الدرس قدامنا أهو اسمه أنماط السكان في بلدنا. تعالوا نشوفوا أول حاجة طلع لنا إيه. الساعة السكانية. إيه الساعة السكانية دي؟ ساعة زي اللي بنلبسها في إيديك أو اللي متعلقة على الحيطة؟ طب هي لو ساعة زي اللي بلبسها في إيديا أو متعلقة على الحيطة، ليه مسمينها الساعة السكانية؟ تعالوا كده نبص. عندك في كتاب المدرسة هتلاقي بدأ الدرس بتاع النهاردة بقصة بيقول لك فيها إن في ولد اسمه وائل. وائل ده كان بيتمشى مع باباه وبيتفسح معاه، وهم ماشيين مع بعض عدوا قدام أو مروا أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ممكن تقول تاني معايا، هم مروا قدام إيه؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أنا عايزة اسم المكان ده يتحط في دماغك كده على جنب عشان هحتاجه كمان شوية وهجيب سيرته تاني. يبقى وائل وهو ماشي مع باباه وعدوا قدام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شافوا كده قدامه ساعة. شايفين اللي أنا بعمل عليها هي بلف حواليها؟ ساعة. طب أنا مش شايفها من بعيد يا ميس؟ أهي شايف كده؟ يعني إيه ساعة دي؟ الساعة دي اسمها الساعة السكانية. دي بنلاقيها بتتحرك كل شوية، بتتغير زي الساعة اللي في ايديك لما بتلاقي الدقايق والثواني بتتحرك، دي كمان بتتحرك. بس الساعة دي بتقول لنا ايه؟ عدد السكان اللي موجودين في جمهورية مصر العربية. وصلت كده؟ يعني كل ما طفل بيتولد بتلاقي الساعة دي تزود رقم. كل ما طفل يتولد اللي بيحصل الساعة الرقمية دي فيها رقم بيزيد، يعني بيقول لك في طفل اتولد دلوقتي. طب هي الساعة الرقمية دي أو الساعة السكانية دي موجودة فين؟
أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نرجع للقصة اللي موجودة في كتاب المدرسة. وائل لما شاف الساعة دي وهي عمالة تتحرك سأل بابا هي إيه الساعة دي؟ فراح بابا رد زي ما أنا قلتلكو، قال له دي الساعة اللي بتقول لنا إيه عدد السكان اللي موجودين في مصر، كل ما الطفل بيتولد بتزيد رقم. حلو لغاية هنا؟ تعالوا نكمل. بلغ عدد سكان مصر من الساعة الرقمية دي في نوفمبر 2021، يعني شهر 11 بتاع السنة اللي فاتت، كان وصل قد إيه عدد السكان؟ كان وصل 102 مليون نسمة. كان سكان مصر وصلوا 102 مليون نسمة. طب تعالوا بصوا كده، شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ اهو دي الساعة السكانية برضو. طب بص التاريخ مكتوب ايه هنا؟ 7 ديسمبر، يعني بعد شهر نوفمبر. بصوا عدد السكان، هو كان هنا 102، بقى هنا ايه؟ 102 و72 اهو، وعمال بيزيد. يعني زي ما احنا قلنا ان هو كل ما طفل بيتولد الرقم بيتغير، العدد بيزيد من شهر نوفمبر لديسمبر، زاد بصوا قد ايه كل ده. طيب يبقى بنلاحظ ايه؟ قلنا عدد السكان يتزايد مع مرور الدقائق، كل ما الدقائق بتمر بتلاقي في عدد السكان بيزيد اكتر. السبب في ذلك بيرجع ايه؟ لارتفاع عدد المواليد، ان في طفل بيتولد، كل ما طفل يتولد كل ما العدد بيزيد. تمام. طب يا ترى الرقم اللي بيطلع لي ده في الساعه السكانيه رقم دقيق؟ لا، قال لك هو تقديرات. يعني ايه تقديرات؟ يعني مش اكيد 100%، ممكن يزيد شويه. يبقى كده نعيد تاني، الساعة السكانية الأرقام اللي فيها تبقى أرقام إيه؟ تقديرية، مش عدد أكيد. سهل لغاية هنا يا ولاد؟ عرفنا يعني إيه ساعة سكانية؟ اتخيلنا شكلها؟ عرفنا هي موجودة أمام إيه؟ قلنا أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعرفنا إن الساعة السكانية قلنا إيه؟ بتزيد كل شوية، كل مع الدقايق بنلاقيها بتزيد. ليه بتزيد؟ عشان في عدد من المواليد اتولد، كل ما الأطفال بتتولد كل ما الرقم ده بيتغير وبيزيد. دي كده الساعة السكانية. طيب توزيع السكان في مصر، نرجع للقصة بتاعت وائل في كتاب المدرسة. بعد ما وائل بابا فهمه الساعة السكانية وعرفوا ان هي بتزيد مع الدقايق، كل ما طفل يتولد الرقم بتاع الساعة السكانية بيزيد، لما روح البيت وراه الخريطة دي اللي هي خريطة ايه؟ توزيع السكان في مصر. طيب تعالوا كده نبصوا على الخريطة، نكبرها شوية. واخدين بالكم ان في الوان مختلفة؟ طب أنا عشان أقرأ الخريطة أرجع لإيه؟ لمفتاح الخريطة أهو. مفتاح الخريطة هنا بيقول لي إيه؟ اللون الغامق ده فيه عدد سكان أكتر من 8 مليون، ممكن يوصلوا 10 مليون. طب تعالى هنا نبص، فين اللون الغامق؟ أهو القاهرة والجيزة، صح ولا لأ؟ ما أنا عايزاك بعد كده لما تبص للخريطة دي تعرف تقراها. يعني معنى كلام مفتاح الخريطة إن عدد السكان في القاهرة والجيزة بيزيد عن 8 مليون. طب تعالوا نشوف اللي وراه، اللون اللي بعده بيقول لك يزيد عن 6 مليون. أهو بيزيد عن كام؟ 6 مليون. عندي أهو الشرقية وعندي البحيرة. طب بعد كده اللون الأفتح العدد بيقل. طب أقل من مليون اللي هو فين؟ زي في جنوب سيناء، زي الوادي الجديد، عدد السكان اللي فيه بتبقى أقل من مليون. طيب
نرجع تاني، احنا هنا قرينا الخريطة. طب تعالوا اللي احنا قريناه ده نطبقه بالكلام. قال لي بيختلف توزيع السكان في محافظات مصر، بنلاقي محافظات فيها سكان كتير قوي وهنقول الأسباب، ومحافظات تانية بيقل خالص عدد السكان فيها، ده بيقل عن 1,000,000 نسمة أقل حاجة، برضك هنعرف الأسباب. حاجة المحافظات زي ما قلنا يقل عدد السكان عن 1,000,000 نسمة، وتاني حاجة إيه؟ محافظات يزيد عدد سكانها عن 8,000,000 زي ما احنا شفنا من شوية اللي هي قلنا إيه؟ القاهرة والجيزة، المحافظتين دول عدد سكانهم أعلى من 8,000,000. طب نرجع للي أقل من 1,000,000، يا ترى زي إيه؟ زي محافظة جنوب سيناء زي ما شفناها على الخريطة دلوقتي. طب ليه جنوب سيناء أقل محافظات مصر سكاناً؟ إيه رأيكم أنتوا؟ جنوب سيناء ليه هتبقى أقل المحافظات في عدد السكان؟ السكان فيها قليلة ليه؟ هنقول له بسبب صعوبة سطحها، صعوبة العيش على سطحها فيها جبال، وكمان ندرة الموارد بتاعة المياه، ما فيهاش مية كتير عشان الإنسان يقدر يعيش. ما احنا قبل كده أخدنا الترم اللي فات إن في أماكن بتجذب السياح، بيبقى فيها موارد بقى المياه، في تربة خصبة، سهولة التحرك في الطريق بتاعها. لكن جنوب سيناء مشكلتها إيه؟ عندنا صعوبة سطحها وندرة المياه اللي فيها، فده بيخلي ما فيهاش سكان، فتكون من أقل المحافظات في عدد السكان، يقل عدد السكان فيها عن 1,000,000 نسمة. طب نرجع للمحافظات اللي بيزيد عدد سكانها عن 8,000,000، اللي قلنا زي ايه وايه؟ قلنا زي محافظة القاهرة وزي محافظة الجيزة. قال لك بس خلي بالك، محافظة القاهرة تعتبر أكثر محافظات مصر سكانا. طب يا ترى ليه؟ هو احنا قلنا محافظة القاهرة دي ايه بالنسبة للبلاد؟ برافو، عاصمة البلاد. يبقى احنا نعيد تاني الجزء ده، احنا بنتكلم على توزيع السكان في مصر، قلنا في اماكن بتبقى شديدة الازدحام بيزيد عدد السكان عن 8,000,000، اعطينا مثال ليها زي القاهرة والجيزة، وقلنا في محافظات بيقل عدد السكان فيها عن 1,000,000. طب ليه؟ علشان بيبقى في صعوبة في السطح بتاعها وندرة المياه فيها. طب زي ايه اللي بيقل عن 1,000,000؟ زي جنوب سيناء. يبقى احنا دلوقتي عرفنا المحافظات اللي بيقل عن 1,000,000 والمحافظات اللي بيزيد عن 8,000,000. ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي بما تفسر، يعني لماذا؟ ليه؟ أو اذكر سبب. تعد القاهرة أكثر محافظات مصر سكانا، هقول له لأن القاهرة هي إيه؟ عاصمة البلاد. طيب قبل ما نخش على الجزء اللي بعد كده، أنا كنت بداية الدرس قلت في ساعة اسمها الساعة الإيه؟ الساعة السكانية، اللي هي بتزيد أرقامها كل ما في إيه؟ طفل يتولد. يعني لما يقول لك بما تفسر يزداد الأعداد في الساعة السكانية، هقول له بسبب إيه؟ زيادة عدد المواليد، كل ما في مواليد بتتولد أكتر كل ما الأرقام دي بتزيد بتاعت الساعة السكانية. طب لما يقول هي الساعة السكانية دي أرقامها دقيقة، هقول له لأ، أرقامها إيه؟ تقديرية، يعني ممكن تزيد أو تقل. لغاية دلوقتي حلو يا ولاد؟ نكمل مع بعض. في حاجة بقى عندنا اسمها إيه؟ التعداد السكاني. يعني إيه تعداد سكاني؟ من اسمها أهي، تعداد
يعني ان انا بعمل ايه؟ بعد، صح؟ بعد السكان. الله، طب يعني ايه بعد السكان؟ يعني بعرف عدد السكان اللي عايشين في البلد، واكيد بعرف عددهم عشان في حاجة انا عايز اعملها ليهم، صح ولا لا؟ طب مين الموظف اللي كان بيجي ده؟ كان جاي تبع ايه؟ فاكرين اول كلمة قلتها واول صورة حطيتها في اول شريحة وقلت الاسم ده حطوه على جنب في رصبه عشان نرجع له تاني، اللي هو كان الجهاز ايه؟ برافو، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أنا عايزة الاسم يتقال كتير عشان يدخل في دماغكم ما يتنساش. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو ده المتخصص في التعداد السكاني، هو ده اللي بيبعت موظفين عشان تعد السكان. مركزين كده؟ تعالوا بقى نشوف معنى كلمة تعداد سكاني. هقول هي عملية حصر شامل للسكان، بتتعمل كل كام سنة؟ كل 10 سنين، عشان أعرف إيه الخدمات اللي هيحتاجها الناس دي في الحاضر وفي المستقبل. يعني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لما بيبعت موظفين كل 10 سنين للبيوت عشان تعداد السكان، إيه هدفه من كده؟ عشان يقدم للناس دي الخدمات في الحاضر والمستقبل. مش فاهم يا ميس؟ برضو تعالى بسطها لك. لما يعرف إن في مثلا مليون، أنا بقول لأي رقم، طفل لسه مولودين، يعني كمان 10 سنين لما نعمل إن شاء الله التعداد التاني اللي هو بيتم كل 10 سنين، كمان 10 سنين الطفل اللي لسه مولود هيبقى عنده 10 سنين. الطفل ده في الفترة دي هيكون محتاج إيه؟ محتاج كرسي في مدرسة، صح؟ بعد الشر محتاج سرير في مستشفى عشان لو تعب، محتاج أماكن إن هو يبقى فيها ترفيه ليه، صح ولا لا؟ اهي دي الخدمات اللي هتقدمها البلد بعد ما بتعرف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد السكان في البلاد. طيب قلنا التعداد ده بيتم كل كام سنة؟ 10 سنوات. الله ينور عليكم. طيب بلغ عدد سكان مصر في آخر تعداد وصل كام؟ وصلنا 94.8 مليون نسمة. يا ميس ريتا انت عمالة تقولي نسمة نسمة، يعني ايه دي؟ ما احنا لما بنعد البني ادمين بنقول العدد ونقول كلمة نسمة، ماشي؟ طب لو بعد حيوانات مثلا، الناس في الارياف بيبقى عندهم جاموس او بقر كتير واغنام، بيعدهم يقول مثلا عنده 100، مش هيقول بقى أغنام، يقول 100 راس. 100 ايه؟ رأس. طب احنا كبني آدمين لما بنتعد بيتقال علينا ايه؟ نسمة. بيتقال علينا ايه؟ نسمة. طب آخر تعداد اتعمل في مصر كان سنة كام؟ قلنا 2017. 2000 وكام؟ و17. يعني احنا بعد 10 سنين هتبقى سنة كام لما نعمل تعداد؟ برافو، 2027. الله ينور عليكم. هتكونوا كبرتوا شوية وتبتدوا تفهموا مين اللي جاي ده، وأول ما حد يجي ويبتدي يسأل في التعداد السكاني تقول لهم كده في البيت، ده جاي منين؟ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عشان يعمل إيه؟ تعداد السكان. طب ايه الفايدة اللي هتعود على الناس لما نعرف العدد بتاعهم؟ قلنا لتقديم الخدمات اللي بيحتاجوها في الحاضر والمستقبل. طيب سؤال تاني قدامكم، هو قدامكم على الشاشة، كم عدد السكان بتوع مصر في التعداد بتاع 2017؟ قلنا وصل الى 94.8 مليون نسمة. طب لو سألتك سؤال تاني، أنهي فيهم أدق؟ الساعة السكانية
التعداد السكاني، مين اللي أدق في الرقم بتاعه؟ الله ينور عليكم، طبعا التعداد السكاني. أمال الساعة السكانية دي بتبقى الأرقام بتاعتها إيه؟ تقديرية، تقديرات، ممكن تزيد وممكن تقل، لكن التعداد السكاني ده بيبقى أرقامه إيه؟ مظبوطة. ليه؟ لأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو اللي بعت الموظفين عشان ياخدوا هذه الأعداد. أخدتوا بالكم إن كل شوية بكرر اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟ آه، لأنه هو المسؤول عن إجراء التعداد السكاني. سهل لغاية كده يا ولاد؟ نعيد تاني. يبقى احنا أمس لما قعدنا مع بعض أخدنا الساعة السكانية اللي هي بتقول لي عدد السكان، بس بيبقى الأرقام بتاعتها تقديرات، وقلنا إن الساعة السكانية في تزايد مستمر. ليه؟ بسبب إيه؟ كثرة الإنجاب، في أطفال بتتولد كتير. بعد كده قلنا إيه كمان؟ قلنا توزيع السكان، قلنا في أماكن مالها بيقل عن مليون نسمة اللي عايشين فيها، وأماكن تانية في مصر بيزيد عن 8 مليون نسمة. اللي بيقل عن مليون زي مين قلنا؟ برافو، جنوب سيناء. بسبب إيه؟ بسبب صعوبة الطريق، ندرة موارد المياه. اللي بيزيد عن 8 مليون زي محافظة إيه ومحافظة إيه؟ برافو، القاهرة والجيزة. طب قلنا محافظة القاهرة تعتبر أكبر المحافظات في عدد السكان، عشان إيه؟ بما تفسر؟ لأنها عاصمة البلاد. وبعد كده قلنا إيه دلوقتي؟ آخر حاجة قلناها التعداد السكاني، اللي هو إيه تعداد؟ بعد السكان. طب أقولها إزاي بطريقة بقى زي الناس الكبار؟ أقول عملية حصر شامل للسكان بتتم كل كام سنة؟ كل 10 سنوات. مين المسؤول عن إن هو يعمل التعداد السكاني؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طب آخر إحصاء كان إمتى أو آخر تعداد سكاني؟ 2017. يبقى اللي جاي هيبقى سنة كام؟ 2027. عدد السكان كان كام في 2017؟ قلنا 94.8 مليون نسمة. نكمل مع بعض. شايف الجملة اللي مكتوبة قدامك؟ لنا الفخر إن مصر من أقدم الدول التي قامت بالتعداد السكاني. مصر من أقدم الدول اللي عملت التعداد السكاني. أول من قام بهذا التعداد هم مين؟ القدماء المصريين. عارفين الفراعنة؟ هم أول ناس كانوا بيعملوا تعداد سكاني. طب كان هدفهم إيه؟ ليه كانوا بيعدوا السكان؟ لمعرفة عدد الأسر، عدد الجنود، عدد الضباط، عدد الناس الصالحين للخدمة العسكرية. شفت؟ شفت التعداد السكاني مهم ازاي؟ اعرف كام واحد ممكن ادخله الجيش، اعرف كام عدد الاسر الموجوده، محتاجين اكل قد ايه، محتاجين ايه وايه، وظايف، مدارس. حتى من ايام القدماء المصريين كانوا بيعملوا هذا التعداد، واستمر هذا التعداد في مصر لغايه الدوله الاسلاميه. كمان لما كان في الدولة الإسلامية، في عهد الدولة الإسلامية تم هذا التعداد. طب كانوا بيعدوا الأفراد ليه برضك أو الشعب ليه؟ لتحديد محل إقامتهم وعد الأفراد نفسهم. ويستمر هذا التعداد حتى يومنا هذا، مستمرين في عملية تعداد السكان. يبقى أنا كده ليا الفخر إن أنا أقول إيه؟ إن مصر من أقدم دول العالم في عملية حصر عدد السكان أو التعداد السكاني.
ما الهدف من التعداد السكاني؟ أنا قلت لك لما الموظف بيجي بيسأل كم عدد الرجال اللي في البيت، السيدات اللي في البيت، الأطفال كم عمرهم، يعني بيعرف إيه النوع ذكر ولا أنثى، العمر مين اللي في سن الأطفال، مين اللي في سن العمل، مين اللي في كبير في السن، كل الأعمار، الحالة الاجتماعية، بيشتغلوا، حالتهم المادية كويسة، مستوى التعليم، مين في كليات، مين في ابتدائي، مين في إعدادي، والوضع الاقتصادي، كل ده هدف أنا عشانه بعد السكان. بعد ما عديتهم هعمل إيه كجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء؟ بدي الدولة هذه الأعداد، فالدولة تقدم لي إيه؟ الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل، يعني بتقدم لهم خدمات دلوقتي بيحتاجوها والخدمات اللي هيحتاجوها في المستقبل قدام كمان. قبل ما نسيب الحتة دي، هو التعداد السكاني بيتم كل كام سنة؟ برافو عليكم، كل 10 سنوات. آخر تعداد سكاني في مصر كانت سنة كام؟ 2017. الله ينور عليكم. طب من المسؤول عن التعداد السكاني؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طب تعالوا نشوفوا إيه اللي وراه. إحنا درسنا أصلاً اسمه إيه؟ أهو فوق، أنماط السكان في بلادنا. طب إحنا ما فهمناش يعني إيه أنماط السكان؟ يعني إيه أنماط؟ إيه معنى الكلمة دي؟ ده اللي هناخده دلوقتي. مصر ينقسم السكان فيها إلى 3 أنماط، 3 أنواع لو أنت مش فاهم كلمة نمط. طب ايه الانماط اللي في مصر؟ عندي سكان اسمهم سكان الحضر، هي شايفين الصورة؟ طب 2 سكان الريف، اخيرا البدو، اهلنا في الصحاري، كويس برضه. طب انا مش فاهم يا ميس ايه معناها؟ قبل ما افهمك معنى كل واحده فيهم، عايزه اتاكد ان انت فهمت ايه الانماط السكان اللي موجودين في مصر. يبقى انا ايه الانماط بتاعه مصر، سكان مصر؟ قلنا سكان الحضر، سكان الريف، والبدو. طب تعالى نشوف يعني ايه سكان الحضر. سكان الحضر هم الذين يسكنون المدن، اللي عايشين في المدن وشغلتهم يعملوا في ايه؟ الصناعة، التجارة، الخدمات سواء التعليمية او الصحية او المصرفية، كل ده هناخده واحنا بنشرح. يبقى انا كده اول نمط من السكان في مصر قلنا اللي هما سكان ايه؟ الحضر. طب تاني نمط سكان الريف. طب انت قلتي سكان الحضر اللي عايشين في المدن، يبقى سكان الريف اللي عايشين فين؟ برافو، الذين يسكنون القرى. طب بيشتغلوا بإيه؟ يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات، أهلنا في الريف. يبقى أنا عرفت النمطين، الحضر اللي هم أهلنا اللي عايشين في المدن، سكان الريف أهلنا اللي عايشين في الريف. أمال مين البدو؟ تالت نمط. الله ينور عليكم يا حبايبي، اللي عايشين في الصحراء، عملنا لكم اللون بتاعها اصفر عشان تفتكروها بالصحراء، يعيشون في الصحاري المصريه. طب بيمارسوا ايه شغله ايه؟ حرفه الرعي، رعي الاغنام، اهلنا هم اللي في الصحاري، بتلاقيهم بيربوا الاغنام والمعز، هي دي أعمالهم. يبقى أنا دلوقتي عرفت أنماط السكان في بلدي مصر ينقسموا إلى كم قسم؟ سكان الحضر، سكان الريف، وأخيرا البدو.
واحنا بنشرح هناخد كل واحده فيهم لوحدها ونتكلم عليها. نبتدي بسكان الحضر، اهو زي ما انتوا شايفين اهو الصوره، ونعرف نفس التعريف اللي كتبناه نقوله تاني. هم الذين يسكنون المدن، قلنا بيعملوا في ايه؟ صناعه، تجاره، سياحه، خدمات اخرى زي ايه؟ تعليمية، صحية، مصرفية، يعني في البنوك، في المستشفيات، في المدارس والجامعات، دي اسمها خدمات أخرى. وكمان في السياحة، في التجارة، وفي الصناعة، هم دول سكان الحضر، بيشتغلوا الوظائف دي. طب أنا عندي كم محافظة حضرية؟ عندي 4 محافظات حضرية، لازم أبقى عارفهم كويس. هما إيه؟ عندك القاهرة، الإسكندرية، السويس، وأخيراً بورسعيد. يبقى لازم تبقى عارف الأربع محافظات حضرية، هم القاهرة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد. وأهل الناس دي شغالين، قلنا إيه اللي بيعملوا بإيه؟ صناعة، تجارة، سياحة، والخدمات الأخرى. تمام؟ طيب، نسبة سكان الحضر كام في المية؟ قال لك 42.4% من إجمالي سكان مصر. النقط دي أنا عايزاك تأكد عليها وأنت بتذاكر. يبقى نعيد تاني، أول نمط من أنماط سكان مصر هو سكان الحضر. الناس دي بيسكنوا فين؟ في المدن، أهلنا اللي عايشين في المدن. بيعملوا أكتريتهم في إيه؟ قلنا صناعة، تجارة، سياحة، خدمات أخرى زي إيه؟ تعليمية، صحية، مصرفية. طب إيه المحافظات الحضرية دي؟ قلنا زي القاهرة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد. طب عدد سكان الحضر قد ايه؟ 42.4% من اجمالي عدد السكان. نكمل. يقول لك في ميزه بتميز اهل الحضر او سكان المدن. ايه الميزه دي؟ تنخفض نسبه الاميه. ها؟ ايه الاميه دي؟ يعني ايه اميه؟ الاميه اللي هو لا يجدون القراءة والكتابة، يعني ما بيعرفوش يقروا ولا بيعرفوا يكتبوا، سواء كانوا أطفال أو كانوا كبار، لا يعرفوا القراءة والكتابة. إحنا لاحظنا إن سكان الحضر تنخفض نسبة الأمية، يعني إيه؟ يعني أكتريتهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا. طب ليه تنخفض بقى نسبة الأمية؟ ليه ما عندهمش أمية كتير؟ علشان انتشار المؤسسات التعليمية وارتفاع مستوى المعيشة. في مؤسسات تعليمية كتير في المدن، ارتفاع مستوى معيشة خلى مفيش أمية في محافظات الحضر. احنا قلنا محافظات الحضر زي ايه؟ القاهرة، اسكندرية، السويس، بورسعيد. قلنا عدد السكان في محافظات الحضر أو سكان الحضر قد إيه؟ قلنا 42.4% من سكان مصر. ودلوقتي قلت بيتميزوا بإيه؟ انخفاض نسبة الأمية. طب إيه تاني؟ أهل الريف بيضطروا إن هم يهاجروا يجوا للمدن بحثاً عن العمل، ارتفاع مستوى معيشة أكتر، بيحاولوا إن هم يحسنوا من مستواهم فبيتنقلوا من الريف يجوا للمدن. طب لما بيتنقل سكان الريف للمدن هل بتحصل مشاكل؟ بيظهر عندي حاجة اسمها العشوائيات. إيه العشوائيات دي؟ يعني أماكن بيتم بناها دون تخطيط، يعني تلاقيها بنشوفها كتير في محافظاتنا، بتلاقي ان الشقق لازقه في بعضها، الشارع المفروض بيبقى واسع لا ده بيبقى ضيق،
يعني كنا نهزر ونقول إيه إن الناس ممكن تسلم على بعض من البلكونة من كتر إن هم قريبين من بعض، البيت في وش البيت، مفيش مسافة. هو دي العشوائيات. طب دي ظهرت بسبب إيه؟ هجرة سكان الريف إلى المدن، بقى في زيادة ضغط على الخدمات في المدن. طب الدولة هتسيب المشكلة دي؟ احنا فرحنا قلنا ان سكان الحضر ما عندهمش أمية كتير، بس دلوقتي ظهرت العشوائيات. الدولة هتسيب الموضوع ده؟ لا طبعا. الدولة قررت ان هي تحل مشكلة العشوائيات دي بتطويرها، تطوير العشوائي. احنا خلصنا سكان الحضر. سكان الريف اهو اهلنا في الريف، هم مين دول؟ الذين يسكنون القرى ويعملون في الزراعة زي ما احنا شايفين وتربية الحيوانات. طيب يا سكان الريف عددكم قد ايه؟ قالك حوالي 57.6% من سكان مصر. أمال كان سكان الحضر قد إيه؟ 42.4% من سكان مصر. كده سكان الريف أهم، وهي نسبتهم. طب نكمل تاني، أنتوا إيه أخبار الأمية عندكم؟ هو أنا قلت الأمية يعني إيه يا ولاد؟ عدم معرفة القراءة والكتابة. طب يا ترى الريف للأسف ترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف عكس الحضر. سكان الحضر قلنا سكان الحضر تنخفض نسبة الأمية عشان في مؤسسات تعليمية، ارتفاع مستوى معيشة، لكن في الريف للأسف بتزيد أو ترتفع نسبة الأمية ما بين سكان الريف. ده في مشكلة كمان غير إن هم عندهم أمية، في كمان إن حجم الأسرة في الريف عدده كبير. يعني إيه؟ يعني تلاقي الأسرة متكونة من الأب والأم ممكن وسبع أطفال أو ثمان أطفال، لأن الفكر في الريف إن هو بكثرة الإنجاب، هي كثرة الإنجاب والزواج المبكر، فاكرين إن هو كان بيعمل عيلة كبيرة، بس طبعاً ده بتعمل مشاكل بعد كده. يبقى أنا عندي في سكان الريف مشكلتين، كثرة الإنجاب والزواج المبكر اللي هو بيخلي فيه متوسط حجم الأسرة كبير، نسبة الأمية مرتفعة في سكان الريف، زائد كمان إن سكان الريف بيعانوا من انخفاض الدخل وانخفاض مستوى المعيشة. انخفاض دخل الفرد يعني المرتب اللي بيخش له بيبقى قليل، فطبعا بالتالي انخفاض مستوى المعيشة بتاعته، نتيجة لإيه؟ قلة الخدمات ونقص فرص العمل، مفيش الأشغال. وعشان كده احنا من شوية قلنا سكان الريف بيعملوا ايه؟ بيهاجروا الى الحضر، يهاجر سكان الريف الى الحضر عشان يدوروا على فرص عمل ويحسنوا من مستواهم. طب يا ترى الدولة هتسيب المشكلات اللي قلناها من شوية في الريف كده في ازدياد؟ لا، هتحلها. هتحلها ازاي؟ عملت لي إطلاق مبادرة لتنمية الريف، تنمية الريف اسمها مبادرة إيه؟ حياة كريمة. اسمها مبادرة إيه؟ حياة كريمة. بس كده؟ لا، دي عملت لي حاجة تانية كمان، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية صحيا واجتماعيا، اللي هو إيه؟ تنظيم الأسرة عشان العدد بتاع الأسرة يقل. هنفهم كل واحدة فيهم بالراحة. يبقى الدولة حلت مشكلة سكان الريف عن طريق حاجتين، مبادرات التنمية الريف، تنمية الريف اللي هي زي مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية صحيا واجتماعيا اللي هو تنظيم الأسرة. طب تعالوا نفهم كل واحدة فيهم. اللي هي مبادرة حياة كريمة ده عبارة عن إيه؟ مشروع قومي هدفه يحسن مستوى الخدمة اللي بتتقدم للسكان بتوع الريف. خدمة زي إيه؟ زي تعليم، زي صحة، زي صرف صحي، زي طرق، زي تحسين مستوى دخل الفرد بإن هو يديله فرص عمل. يبقى هي دي مبادرة حياة كريمة فعلاً.
احنا كلنا بنبقى محتاجين ان احنا نعيش حياة كريمة. طب انا اعيش حياة كريمة ازاي؟ لما يبقى عندي تعليم كويس، صحة كويسة، صرف صحي موجود وشغال كويس، طريق اقدر امشي فيه مش متكسر ومتسفلت وكويس، وكمان فرصة عمل فتحسين مستوى دخل الفرد. يبقى كده الدولة حلت المشكلة دي عن طريق هذه المبادرة. طيب تنظيم الأسرة إيه الهدف منه؟ الهدف منه إن إحنا نقلل عدد الأفراد في الأسرة الواحدة، ينشر ما بين أهل الريف، يوعيهم إن كل ما عدد الأسرة يبقى صغير ويستكفي بطفل أو طفلين، أقصاها 3 أطفال، هيقدر يربيهم كويس، يصرف عليهم كويس، يعلمهم كويس، الأم هتبقى صحتها كويسة تقدر تخدم ولادها، وهيقل عدد وفيات الرضع. ما هو كثرة الإنجاب بيخلي الطفل اللي بيتولد الأم بتبقى ضعيفة، فبتجيب طفل رضيع ضعيف، فبنلاقي فيه رضع كتير بيموتوا بعد الولادة. علشان كده قررت الدولة إن هي تعمل لي المشروع القومي اللي هو عن إيه؟ تنظيم الأسرة، عشان توعي أهل الريف إن هو مش بكثرة العدد بتاع الأسرة، لأ، ممكن يكون العدد صغير يقدر يربيهم كويس، يعلمهم كويس، يهتم بصحتهم كويس، الأم تبقى بصحتها كويسة، كمان عدد الوفيات بتاعت الرضع هيقل. نخش على رقم تالت نمط، هو سكان البدو. يبقى أنا كده أخدت في الأنماط بتاع سكان مصر سكان الحضر، سكان الريف، وأخيرا دلوقتي سكان البدو. أهلنا البدو اللي هم إيه؟ هم نسبة ضئيلة مش كتير، يعيشون فين؟ في الصحاري المصرية، بيمارسوا حرفة إيه؟ الرعي. قلنا الرعي يعني يرعي الغنم، ويطلق عليهم اسم البدو. الدولة عملت جهود عشان تساعدهم؟ بذلت الدولة جهود لتحسين مستوى معيشة أهلنا البدو عن طريق إيه؟ بناء المساكن ليهم، توفير فرص عمل في المجالين الزراعة والتعدين، بتشجعهم وبتجيب لهم فرص عمل. يبقى احنا كده حبايبي أخدنا إن عندنا 3 أنماط من السكان، سكان حضر، سكان ريف، وسكان الصحراء اللي هم البدو، صح كده؟ ايه أهمية هذا التنوع؟ ايه رأيك انت؟ مصريتا قالت دلوقتي اني عندي 3 أنماط، طب ايه أهمية ان انا عندي 3 أنماط من السكان في مصر؟ 3 أنماط مختلفين، ها؟ ايه رأيك؟ اسمع معي، لما يبقى في أنماط مختلفة يبقى كده في تكامل بين السكان. تكامل يعني إيه تكامل ده؟ يعني بنكمل بعض. يعني إيه برضو؟ سكان الريف لما بيشتغل في الأرض الزراعية مش بيحتاج آلات، تمام، جرار والفاس إلى آخره، مين اللي بيصنع الأدوات دي؟ سكان إيه؟ برافو، سكان الحضر. طب سكان الحضر دول مش محتاجين ياكلوا خضار وفاكهة؟ مين اللي هيديهم الحاجات دي اللي بيزرعها اللي هم سكان ايه؟ الريف. يعني كده هم بيعملوا ايه؟ بيكملوا بعض، هي دي كلمة التكامل، بنكمل بعض لان كلنا محتاجين لبعض، كلنا في بلد واحدة فبنكمل بعض، هذا هو التكامل بين السكان. يبقى لما يقول لي ايه أهمية تنوع سكان مصر، او ايه أهمية ان انا عندي 3 أنماط من سكان مصر مختلفة، هقول التكامل، ما نقدرش نعيش من غير بعض، بنكمل بعض، التكامل. وزي ما نفس المعنى تبادل المنتجات، زي ما قلتها بنبدله المنتجات، انت خد اللي انت عايزه وانا اخد اللي انا عايزه. تحقيق التنمية في المجالات الاقتصادية، التنمية المستمرة في جميع المجالات الاقتصادية.
إحنا كده حبايبي خلصنا الدرس بتاعنا، الدرس الأول اللي هو أنماط السكان في بلدنا. طبعاً إحنا عندنا الشاذ، أي حاجة عايز تفهمها أكتر في الدرس اكتبها لي وأنا هرد عليك في الشاذ. دلوقتي بقى إحنا هنشتغل إيه؟ أهو أنت شايفين الولد بيلعب في دماغه أسئلة، هنحل شوية أسئلة بسيطة على الدرس بتاعنا. طبعاً في إيدك ورقة وقلم بتكتب الأسئلة دي أو بتعمل سكرين شوت للأسئلة. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة، صح وغلط يعني. أول سؤال، ترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف مقارنة بسكان الحضر، يعني أمية إحنا قلنا؟ ناس ما بتعرفش إيه؟ تقرأ وتكتب. طب هو بيقول لي إن نسبة الأمية بترتفع ما بين سكان الريف عن سكان الحضر، إيه رأيك في الإجابة في السؤال ده؟ صح ولا غلط؟ برافو عليك وصواب، فعلاً نسبة الأمية تزداد ما بين سكان الريف عن سكان الحضر. اتنين، التكامل بين السكان في مصر هو نتيجة لتنوع السكان، إن أنا عندي 3 أنواع، عشان كده في تكامل بنكمل بعض، إيه رأيك؟ الله ينور عليكم، صواب. رقم 3، تعتبر من أعلى محافظات مصر سكاناً، دي كده عبارة، العبارة دي تنطبق على إيه؟ محافظة الأقصر؟ إن الأقصر دي أعلى محافظات مصر سكاناً؟ إحنا قلناها من شوية؟ طبعاً خطأ، أمال إيه أعلى المحافظات سكاناً لأنها عاصمة البلاد؟ القاهرة، برافو. 4، وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إجراء التعداد السكاني، اللي قلتها 100 مرة، ها إيه رأيكم؟ صح ولا غلط؟ طبعاً خطأ، أمال مين؟ مين اللي مسؤولة اللي أنا قعدت أعيد وأزيد فيها وأحط اسمها أول في أول شريحة؟ الإيه؟ الاسم الطويل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو ده المسؤول عن إجراء التعداد السكاني. شاطرين يا حبايبي. رقم 5، زيادة الإنجاب من أسباب ازدحام السكان في الحضر، ايه رأيك؟ ان انا عندي انجاب كتير بيخلفوا كتير في الحضر عشان كده عندي ازدحام؟ طبعا خطأ، لكن انا في مشكلة عندي ظهرت في الحضر، فاكرين لما قلت هجرة ايه؟ هجرة اهل الريف للحضر خلى عندي في ضغط على الخدمات، فخلى عندي حاجة تظهر اسمها ايه؟ العشوائيات. شكرا، جميل. السؤال اللي وراه، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة فيما بين القوسين، تعتبر أقل محافظات مصر سكانا، واحنا بنشرح قلت هي دي أقل محافظات مصر سكانا، أقل من 1,000,000 نسمة، العبارة دي تنطبق على محافظة إيه يا ترى؟ الجيزة ولا القاهرة ولا جنوب سيناء ولا أسوان؟ هنقول إيه؟ جميل، برافو، جنوب سيناء. رقم 2، الزراعة وتربية الحيوانات من أنشطة سكان إيه؟ يا ترى القرى ولا المدن ولا الصحاري ولا الواحات؟ هتختاروا إيه؟ نمط من أنماط سكان مصر كان بيمارسوا الزراعة وتربية الحيوانات، برافو عليكم، القرى. 3، تعتبر من أهم المبادرات التي قامت بها الدولة لتنمية الريف، افتكروا كده كان في مبادرة وكان في مشروع بتاع تنظيم الأسرة، طب يا ترى كانت مبادرة اسمها مبادرة إيه؟ بتحضر للأخضر، حياة كريمة، ولا تشجيع الإنجاب، ولا زيادة العشوائيات، كانت اسمها مبادرة إيه؟ برافو، حياة كريمة. اذكر سببا واحدا، قول سبب واحد للأسئلة دي.
محافظة جنوب سيناء أقل محافظات مصر سكانا؟ محافظة جنوب سيناء اللي هي أقل من 1,000,000 نسمة تعتبر أقل محافظات مصر، ليه؟ قلنا بسبب صعوبة إيه وبسبب قلة إيه أو ندرة إيه؟ الحاجة اللي كلنا بنحتاج نشربها. آه برافو عليكم، ندرة المياه وصعوبة السطح، برافو عليك، بسبب صعوبة السطح وندرة موارد المياه. محدش يقدر يعيش من غير مية، ده قلة المية وصعوبة السطح خلت فيه قلة سكان في جنوب سيناء. رقم 2، ظهور العشوائيات في المدن المصرية، ليه ظهر في الحضر أو في المدن المصرية ظهر عشوائيات نتيجة لمين اللي جه؟ ها؟ برافو عليكم، بسبب هجرة سكان الريف للمدن، لما هاجروا وجيهم المدن بقى فيه عشوائيات. طبعا كلمة هجرة معروفة يعني إيه؟ يعني يسيب مكانه ويروح مكان تاني. إحنا في قرايبنا كلنا في كل أسرنا هتلاقي في حد مهاجر، يا مهاجر من الريف للمدن، يا مهاجر لدولة عربية، يا مهاجر لدولة أوروبية. مهاجر يعني سايب مكانه ورايح مكان تاني. عادة اللي بيهاجر ده بيبقى بيدور على فرص عمل، بيدور على حياة كريمة أكتر من اللي هو عايشها. يبقى لما يقول لي ليه ظهرت العشوائيات أقول له بسبب إيه؟ هجرة سكان الريف إلى المدن. آخر نقطة في آخر سؤال، قيام الدولة بإطلاق مبادرة حياة كريمة، ليه الدولة في الريف قالت هتعمل مبادرة حياة كريمة؟ عشان إيه؟ الله ينور عليكم حبايبي، لتنمية وتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات للسكان وتوفير فرص عمل للسكان. إحنا كده خلصنا أول درس أنماط السكان في بلادنا. شكرا ليكم، كانت معاكم مس ريتا عطا زكي، معلم أول ألف دراسات من محافظة الإسكندرية.